معي المقدم عبد الأمير المحمداوي، مدير إعلام فرقة الرد السريع تابع لوزارة الداخلية من الشرقات. مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا الشرقات محررة، الحويجة محاصرة، هل من جديد فيما يتعلق بآخر تطوراتنا الميدانية هناك؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. قوات الرد السريع تقدمت بوقت قياسي نحو الأهداف المرسومة لها من قبل قيادة العمليات بتحرير أيسر الشرقاط بالكامل ووصولا إلى الزاب، هذه المنطقة الاستراتيجية اللي من أجلها إن شاء الله ننتظر أوامر جديدة لانطلاق نحو الهدف الجديد لفرقتنا، فرقة الرد السريع. هذه اليوم تم إكمال الصفحة الثالثة للمرحلة الأولى لتحرير الحويجة. إن شاء الله بانتظار الأوامر للتوجه باتجاه حويجة لتحريرها بأسرع ما يمكن إن شاء الله. اليوم قطعتنا زج العدو عدد كبير من السيارات المفخخة باتجاه إعاقة تقدم قطعاتنا، لكن باءت بالفشل بالإسناد من طيران الجيش البطل وباقي الفصائل اللي معانا من الحج الشعبي. كذلك حاول إعاقتنا بزرع مفارز قناصة، لكن أيضا تم معالجتهم والحمد لله. تفكيك الدور السكنية، أيضا الشوارع المفخخة بالكامل والسيارات المركون على جانب الطريق المفخخة أيضا تم تفكيكها، وتحرير عوائل كثيرة من براثن العدو ونقلهم إلى أماكن آمنة. موضوع الانتهاء من الشرقات كيف سيكون بالنسبة لكم عند بدء الحويجة، ومتى سيتقرر بدء؟ إن شاء الله ننتظر يعني الأوامر الجديدة من قبل قيادة العمليات في القائد العام. بماذا مرهون توقيت البدء سيد عبد الأمير؟ بماذا سيكون مرهونا؟ حسب الخطط المرسومة يعني إن شاء الله عن قريب تبدأ العمليات باتجاه حويجة. اكو خطط يعني خاصه بقياده العمليات موضوعه، هو فقط يعني مجرد توجيه الاوامر، ان شاء الله نتوكل. طيب، الى اي درجه سيكون مهم بموضوع بانه الشرقات حرر؟ كيف سيضيف، كونه نتحدث عن نقطه استراتيجيه، كيف سيضيف لكم في معركه الحويجه، وكيف سيضر التنظيم استعاده الشرقات قبل؟ طبعا منطقة الشرقاط خاصة يعني الأيسر هو مكان استراتيجي مهم باتجاه حويجة، ما ممكن نترك الشرقاط ونتوجه إلى الحويجة، لأنه سوف يكون سكينة خاصر للقوات المتقدمة اتجاه حويجة. فكان من الأولى تحرير أيسر الشرقاط لإكمال المحور باتجاه الحويجة. أنا أشكرك جزيلا سيد عبد الأمير المحمداوي، مدير إعلام فرقة الرد السريع التابع لوزارة الداخلية، على هذه المشاركة معنا. شكرا.